تنحى عن طريقي. أي طريق تقصد؟ وإلى أين تفضي هذه الطريق وإلا إلى مكة؟ فقد أمر أميرنا بسدها. من أميركم هذا الذي يسد طريقا إلى مكة؟ لا تكثر الكلام أيها الرجل. تنحى أيها الصعلوك، فملابس الجند هذه لا تخيف. خذني إلى أميركم هذا الذي تجرأ على سد الطريق. فإن سرت بك إلى هناك فلن أقدر أن أرجع بجثمانك إلى هنا. أكفيك هذا، فأدفن عنده. ليس قبل أن أعرف من أنت. خالد بن يزيد بن معاوية. هل معذر أيها الأمير؟ ما كنت أتوقع أن يأتيني خالد بن يزيد بن معاوية وقد تشوقت زمنا للقائه. ما أتيت إليك، بل جاء بي هذا الصعلوك. كيف أتى لك أن تسد الطريق إلى مكة؟ ما غايتك في مكة؟ ومن تقصد فيها؟ وما شأنك؟ فإن كنت تقصد ابن الزبير فهو من نحارب، وإني أعجب لذهابك لابن الزبير في مثل هذه الأيام وأنت من البيت الأموي. ويلك، ما الذي تعرض به؟ ماذا لو قلت لك إنك ذاهب إليه في أمر لا أدري ما أصفه حين يعلم به أمير المؤمنين؟ ألا تكف عن هذا يا حجاج؟ حتى ولو كان ذهابك إلى مكة بقصد غبة رملة بنت الزبير. ماذا تقول أيها رجل؟ أنت تخاطب أمير جند الخليفة أيها الأمير، وأني أقول ما أعرف. أما زلت تصر وقد عرفت من أنا؟ لا أصدر أمرا أفرق فيه بين الناس، بل ينفذ أمري في كفتهم. أينفذ أمرك على خالد بن يزيد بن معاوية؟ فمن تكون أنت؟ والله لو كنت في عهد واحد من الذين ذكرت وأنتسب إليهما فما قبل بك سائسا لخيله. قد علمت أنني سريع الغضب وأني حقود. لا أحب أن أقتلك لأمرين، أحب أن ألقاك، وقد حققت في هذه الحرب ما فشل فيه أبوك يزيد بن معاوية. رافقا للخروج.